اقول لك حاجه يا بت، صدقني هيأثر فيا لما انت هتمشي وتسيبيني في البرنامج دوت. ابتديت اخد عليك، اخد اعزائك. لا انا بهرج والله. احنا واليابان، انت عارف جاكشان خالق النوت؟ عارف قريب مين جاكشان ده؟ صاحب احمد السقا كده، هو الاثنين. اه والله. بقول لك يا بت، بقول لك ايه، صدقني انت حلوه بت. اول مره النهارده اشوف عينك حلوه. اه والله. غدودك دي ولا نفخاهم؟ انت عندكم اللي اسمه ايه، بيتوكس ده عندكم زي عندنا هنا عادي؟ بيتوكس. يعني ايه بيتوكس؟ قبل الفرح نروح مودين العروسه حمام تلات. عارف حمام تلات؟ لا. عارف البانيو؟ بانيو عندك؟ ايوه ايوه بانيو. احنا بانيو عندنا بانيو بقى، بس بس كتير. بانيو هنا، بانيو هنا، بانيو هنا، بانيو هنا، في حته اسمها حمام التلات. نقلع عريس، يقلع عروسه، نجيب طوبه ليفه، بنمسك ظهره بقى، نمسك في ظهره بقى، فاهماني؟ عشان نطلع الجلخ اللي بقاله سنه، ما فاهماني؟ سيبك من الكلام ده. انتوا عندكم في اليابان في شبكه؟ يعني انا اروح اتقدم لعروسه يقول لي عايز شبكه، خاتم، سويرة، حلق، سلسله، عندكم في كده شبكه؟ لا ما عندناش كده. عندكم مش كده خالص؟ لا. امال عندكم ايه؟ احنا قاعدين في قاعه ونعمل حفره ساعتين وخلاص. خلاص. طب انا اسمع عندكم في اليابان ان انا مثلا لو اتجوزتك انا اشتغل واصرف على نفسي، وانت تشتغلي وتصرفي على نفسك، وكل واحد يصرف على نفسه. اه ده حقيقي يعني. حقيقي. طب افرض بقى خلفنا عيال، مين اللي يصرف عليهم؟ احنا الاثنين. يا نهار ازرق، يعني في اليابان انا اشتغل اصرف على نفسي، وانت اشتغل اصرف على نفسك، خلفنا عيلين، انا اخد عيل اصرف عليه وانت اخد عيل تصرف عليه. ايوه هو. يا نهار ازرق. لا لا، يا سلام بقى لو مصري كده. يا لهوي. بنت معانا مين النهارده؟ النهارده محمد وفاروق ورحمه ماهر. بقول لك سيبك محمد، انا رايح اليابان. يلا يا بنت، يلا بنت نتجوز من اليابان. يا لهوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وطيبين من غير مناسبة، وحلقة جديدة في برنامج النهاردة فرح يا جدعان. كله بالخناق إلا جواز باللي إيه؟ واللي أوله شرط آخره إيه؟ لا، آخره رحمة ومحمد. حيوا معايا برسيس الليلة رحمة وعريس الليلة محمد. الف الف مبروك يا رحمه. قبل ما نبتدي المسابقه كده، ممكن تقول لي شفتها فين؟ احكي لي ايه الموضوع، خطبتها ازاي، اتجوزتها ازاي، ايه الموضوع بالظبط؟ والله شفتها عندنا وجات مفاجاه، ورحت على طول. يعني قعدت 3 سنين كلمت ابوها وبعد كده. هي جارتك؟ جارتي. فين جارتك؟ في الشارع اللي بعديك ولا قدامك؟ لا جنبي، يعتبر البيت اللي جنبي على طول. اول ما شفتها قلت دي لها، هي اللي دي اللي انا هتجوزها؟ قعدت شويه برضه. ايه اللي بيضايقك منها؟ اكيد فيها عيب. خلقها ضيق. عصبيه شويه؟ والله بتزعلك؟ لا مش قوي. مش قوي، نص نص يعني. ماشي. انت حاسه ايه العيب اللي في محمد؟ انه عصبي. عصبي؟ يعني انت عصبي وهي عصبي؟ انتوا بتتخانقوا مع بعض انتوا الاثنين كتير؟ لا ايوه. لا والله على طول؟ بس بنرجع تاني في نفس الوقت بنصالح تاني برضه. بقالكوا قد ايه متجوزين؟ مخطوبين ولا متجوزين؟ 6 شهور. 6 شهور؟ اه. عايز اسالك سؤال، قبل رحمه كنت ماشي مع حد؟ لا طبعا. كلمت حد؟ كلمت حد. طب امال ايه يعني؟ في التليفون بس. بقول لك ايه، لو قلت لمحمد اديني تليفونك عايز ابص فيه، يديهولك عادي؟ اه على طول. لا والله. اه والله. مفيش في مره تلاقيه مكلم حد؟ لا خالص؟ خالص. لو جه في مره قال لك مش عايزك تعرفي حد خالص من زمايلك خالص، وهاتي تليفونك مسح لك الاسامي كلها بالالعاب بالجيم بكل حاجه. اتضايقت منه واتخانقت بس عايزه يعني. والله. اه. ايه يا عم؟ ايه؟ يعني انت بلطجي يعني ولا ايه؟ قول لي. لا والله. احنا قبل بس كده هنسخن الاول، انت هتقول لها اغنيه قد كده، بص قد كده بس، كلمه واحده بس، وانت هتقولي لي كلمه واحده، يعني اغنيه تعبر عن الحب. ماشي؟ سقف محمد، سقفه كبيره يا جماعه. لا غني اي ايه؟ ايه؟ عبر لها عن حبك، مش انت بتكلمها في التليفون وتقعد تقول لها انت حياتي وانت روحي وانت وانت؟ ايوه ماشي. اضحك عليها باغنيه. انا معاش هنا. لا يا غدا، بقول لك ايه، ولا همك، وعلي صوتك شويه كده. بقول لك ايه يا عريس، انا معاش هنا. ايوه وانا بعرف اغني يعني. انت اللي بتعمل يا راجل. والله ما بنعرف نغني. ولا ايه؟ طب اقول اعبر بالطريقه اللي انت عايزها، قول لها شعر اللي انت عايزه. امسك يا نجم المايك معاك اهوت واديها تغني، ولا تقول لها شعر؟ لا انا اقول لها كلمتين. قول لها كلمتين. الله، اديها محمد كلمتين. اه رحمه انا بحبك. لا والله.
والله العظيم هما كلمتين يعني. انت كده عبرت يعني؟ اه كده خلاص. رحمة جدع عبر يا جدع، عبر اي اغنية حلوة كده ولا بتاع. حافظ والله. ونبقى اي اغنية حب ونبقى مصطفى يلا. الله الله. حافظ حاجة كاظم الساهر؟ نبيل شعيل؟ لا انا كده متوتر معاك مش حافظ حاجة. خالص؟ خالص. مدرسة الحب؟ مدرسة الحب. اه حلو، مدرسة الحب يا جماعة كاظم الساهر. مش حافظ. ايه؟ مدرسة الحب. طب حاجة لنبيل، اما اقول لك ايوه اقول لك حاجة، فضل شاكر، فضل شاكر. اقول ايه بقى فضل شاكر؟ انت تعرف اصلا فضل شاكر؟ انا بسمعك. والله؟ والله. فاكر لما تقول لي يعني سلام التليفون بس كده؟ استنى بس، انا هغني وانت تمثل الاغنية. فاهم؟ كأن انت اللي بتغني بالظبط. يلا درس. سافرنا معاه سافونو! لكن لما تقول لي اسيبك يعني انا هدي وراك ولا ادوب في هواك ولا انا هترباك. روح يا حبيبي مع الف سلام، روح والقلب معاك، نبنى ليك وياك. انا مش هترباك، انا مش فاضي عشان فاضي وضايق. سافة فاضي ابعد وبعد قلبك عني، روح ما تكلمنيش انت ما حسيتنيش لو ما حبيتنيش. ابعد وبعد قلبك عني، روح ما تكلمنيش امسح دمع عينيك. انا مش هتفيدك، انا مش فاضي عشان فاضي وضيع عمري معاك. امشي كفاية سنين ويايا مرت كده قدامك عليا. بس انا عارف والله يا عوض سافرتي. امشي كفايه سنين ويايا مرت كده قدام عينيا. بس انا عارف ربي مشاي والله يا عوض عليا. لازم انت عبري زيه. اسمع بقى الصوت، اسمع اصبر بس. نقول له ايه؟ اه هتغني صوت انا شفتك قبل كده في التلفزيون بس مش عارف امتى. تغني له ايه؟ بوسي. ها؟ بوسي. تغني له ايه؟ البوسي. البوسي ايه البوسي؟ البوسي لو في منك مرة كمان. الله هتقول لك لو في منك مرة كمان. كنت احبك. يلا سافروا سافروا لو في منك كمان. الله ايوه انت احبك ملك كمان. والله العظيم ده العسل. والله ايه الجمال. والله العظيم ده العسل. كسفني كده على طول. جايب مين النهارده معاك؟ جايب اخويا واختي وام. طب ممكن قبل ما نقدم ما تجيب بوسه؟ سقفوا له سقفه كبيره. سقفه لابو العريس مصطفى. القمر جايب مين معاه النهارده؟ ماما. أيوة. بابا واخويا. بابا وماما واخواتي. ها سلام ام العروسه وابو العروسه. يلا ام العروسه. منورانا يا حاجه.
نعم منورانا ده بوجودك يا حبيبي. عايز اقول لك ستوبنك الخالق الناطي يا ماما والله كاظم الساهر ربنا يكرمك. بقول لك حاجه هو في البيت ممكن بيغني تلاقيه بيغني كده ما يغنيش لا هو ماشي كده في الصاله ماشي يقعد يدندن كده يغني مع نفسه كده. انت منورانا والف الف الف مبروك ربنا يكرمك يا رب. ربنا ربي محمد ايه عيوبه؟ مفيش حاجه والله يا تعيب خالص مفيش. مصرف؟ لا هو كويس والله بصراحه. طب اقول لك بخيل؟ لا والله والله ما بخيل ابدا. ايه بتكلم صح؟ بتكلم صح بجد والله كويس محمد مفيش احن منه ابدا والله العظيم حنين. اول ما جه قال لك يا ماما بقول لك ايه يا ماما انا عايز رحمه يا ماما والنبي بحبها. قلت له استنى يا ابني لما نسال عليهم ونشوفها وبتاع ولا لا. قلت له لا خلاص خدها وخلاص طالما انت عايز اخدها. ما احنا جيران وعارفين. انتوا جيران يعني انت عارفه ام رحمه؟ انا عارفاها كويس. ام رحمه ده عز صاحبه ليه؟ لا والله والله. بقول لك يا حاج نعم الله يرحمها ما كانش ينفع تعمل محشي الا لما تدي البيت كله. انتوا كده دلوقتي يا ماما ولا خلاص؟ لا احنا كويسين البركه دي راحت. لا 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 كويسين الحمد لله والله. وهي كويسه يعني انت بتبعتي لها مثلا تعملي رز بلبن تبعتي لها؟ وهي بتودي. طب انا هسالك سؤال بقى. نعم. انت ممكن تكوني تبعتي لها وهي ما تبعتلكيش؟ لا هي كريمه جو والله. والله كريم والله. مين عندكم في البيت نفضيحه دلوقتي لما بتدي له انت ما تبعتي له مثلا حاجه يبعت الحله فاضيه؟ مين؟ لا احنا كويسين مع بعض كل البيت والله كويسين. قولي حاجه فرصه نفضحهم دلوقتي. كلنا كويسين. اه والله. لا والله يا حبيبي كلنا كويسين مع بعض. انا بصراحه مش عايز اقول وسافه يا جماعه الصراحه الحلوه دي والله والله الحمد لله. اخر مره ام رحمه بعتت لي كيف الحله؟ شيعت اللي قدر عليه ربنا. ايه يعني مثلا لحمه؟ لحمه والله. لحمه انت بعت لها لحمه قبل كده؟ بعت لها. هروح اشوف يمكن انت بتضحكي عليا. جاي لك دلوقتي سافي يا واد انت وهو. ازيك يا ام رحمه؟ انت كنت سامعانا؟ طبعا. هقول لك بقى بتقول ايه؟ انت كنت سامعه؟ لا ما سمعتيش حاجه. لا ما سمعتيش. ما سمعت حاجه. المحشي واللحمه وبلان وطبعا حبايبتي امران حبايب بنفضل حبايب على طول. اسمع انا هقول لك يا حاج انت قاعده انا مش سامعه عشان النور والحاجات دي. خالته محمد بتقول ايه بقى؟ حضرتك بتبعت لك لحمه والله اقسم بالله العظيم. قالت عم بصي لحمه ومره بعت لها فطير مش قالتك ومره بعت لها جبنه قديمه وعسل وقشطه. فبقول لها ام رحمه قالت لي اسكت رجعت الحيل كلها فاضيه. حصل؟ قولي يا حاج انا براحتك يا امي. ايه براحتك؟ ازاي بقى؟ بعت لها يعني؟ انت بعت لها طبعا. يعني انت قلت لها امران حبايب. انت بعت لها لحمه؟ قلت لها امران حبايب. لا بس انت بعت لها لحمه؟ يا ام محمد. نعم. ما بعتت لك لحمه يا اختي. امال ايه يا ست كده؟ بقول لك عشان هي انت صريح شكلك صريحه. في البيت عندكم انتوا البيت كام دور؟ اربعه يعني عندكم اللهم صل على النبي اربع جيران. مين بتبعتي له حله محشي او شويه محشي او رز بلبن وتبعتي له بعت لك الحله فاضيه؟ ده طبعا عندنا عيب طبعا. لا 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 ما عندناش كده الصبر ده. انت خايفه بقى زي ما يدينا زي ما نديله. انت خايفه عشان كلنا بيتوقف. انت خايفه مفيش حد يقول لك يعني انا ورحت البيت هناك هيقولوا لي ده ام محمد وام رحمه على طول. ده شرف لينا والله. تعالى شوف اول ما محمد تقدم لك قلت هو ده ابن حلال. تعرف ان هو في المنطقه عندكم بيقف على النص وعكس البنات وكده؟ ده حبيب قلبي والله. حبيب قلبك طالما حبيب قلبك بقى. قلبي ولا والله من بيته ومن بيت شغله. حماده حبيب القلب. اسمه حماده؟ اه. استنى استنى بس استنى بس. انا راضي سميكم. انت منين ابن عمي؟ منين؟ من مين؟ من منطقه من؟ انا من بولاق. من بولاق. انا راضي سميكم. ده حماده يعني ابن منطقه من بولاق. حماده ايه يا ام؟ قايل لي كده يا ام. لا يا ام ما ينفعش. حماده ليه والعين الجونيه. يلا نلعب اول فقره. وهنلعب اول فقره على الثلاجه والغساله والبوتاجاز. هتجاوبوا هقول لكم حاجه مش هخلي لكم اسئله هخليها لكم كده. متفقين؟ بص يا محمد انا بعد ما عرفت ان صوتك حلو ورحمه صوتها حلو هنعمل اختبار بسيط كده. هنجيب بالونتين واقول لك نعمل ايه. اديني بالونه. بص يا محمد هتقول اي حاجه. امي انا بحبك اعز الناس لامي اي كلام. بس قولي اقول لك حاجه. قول خيار اي حاجه عايز تقولها بس قولي هتقولي دلوقتي عشان هتعمل كده وتفضي البالونه وبعد كده تعمل كده وتروح قايل الكلام اللي انت هتقولنا دلوقتي. هتقول ايه بقى؟ اي كلام. هقول ايه طبعا؟ ولا انت كنت بتقول لها بحبك ايه؟ يا رحمة. لا بس عايز اقول بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة كده على طول ورا بعض. بص بالاسلوب ده بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة كده. متفقين؟ قول لي بقى هتقول ايه دلوقتي؟ هتقول ايه؟ بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة. بص الاسلوب انت مش ممثل على فكرة. بص بحبك يا رحمة بحب وعلي صوتك وسريع. بص بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة سريع قول بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة بحبك يا رحمة. 10 على 10.
بص يا ريس تمسك البالونه تفضي له تشيل الفئه وتروح قايل نفس اللون بسرعه. طب اوكي بونت امسك كده بونت. واول مسابقه في برنامج النهارده فرح يا جدعان. يا عم هينفع اقول لك ايه؟ ما مش عارف اقول. هات يا عم بالونه ثانيه. اتفضل يا عم. قوم يا ادم فك. قوم يا ريس. بص يا ريس سريع يا بكره يا بكره سريع. افتح بقك وعارف ابلع اكنك ابلع 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 ابلع. قول يا ريس. بحبك يا رحمه بحبك يا رحمه بحبك يا رحمه. يلا يلا 10 على 10 يلا. بالظبط. كبير قوي على البيت. لا يا باشا نص ساعه. ما انت يا حبيبتي وانت كمان وانت كمان وانت كمان متفقين. وانت كمان وانت كمان بس سريع اسمع كده. انت كمان انت كمان انت كمان. يلا عسل امسكي عسل بس سريع والنبي ورا بعضيهم. امسك كده يا باشا سيب الجامع عشان جنب من هنا من هنا. يلا كله كله. لا كله كله. لا ابلعي كله ابلعي ابلعي كله 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 كمان كله. يلا انت كمان انت كمان. يلا يا عسل مش عارف اقول لك. مبروك اطمنا عليكم. بس انا عايز اطمن عليك انت بالذات. انت فاكر فيلم مسرحيه ايوه فيلم عبد الحليم معبود الجماهير؟ لا مش فاكر. جورج سيدهم اللي هو لما نزل لشاديه كده قال لها بحبك 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 كلمه سنين عايش سنين عايز اقولها لك بس ما جاتنيش الفرصه. قول ده. اقول لك انا كلمه. انا هقول لك يا عم والله العظيم بحبك. هتمسك رجلها نفس الفيلم بالظبط. ماشي خلاص. انا والله عشان بدله جديده بس مش مشكله. انت شادي ها؟ سامحني يا ربنا. انت شادي ها؟ يلا يا ريس تمسك رجليها كده. بص الاحساس بس. بحبك بحبك كلمه بقالي سنين عايز اقولها لك بس ما جاتنيش الفرصه. بس متفقين يا ريس؟ يلا يا ابن عمي امسك هنا في الكوتش عشان الحاجه قاعد. ما تمسكش رجليها. انا بقول لك اهو يعني اعمل انت ماسك رجليها من بعيد. تعالى حوده انزل انزل. ايوه بس اعمل انك ماسك رجليها بس كده. ايوه عارف لو لمست رجليها والمصحف انت حر. يلا يا ريس يلا يا ريس. بحبك بحبك بقالي سنين وايام دول تلات كلمات. يلا اهو قول ورايا. بحبك 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 كلمة سنين عايش سنين بقولها لك. كلمة بقالي سنين بقولها لك بس ما جاتنيش الفرصة. بس ما جاتنيش الفرصة. بقول لك ايه انت هنا ولا يعني مش عارف اقول لك ايه. انا بصراحة مش عارف اعمل مش عارف اقول لك ايه بصراحة. اقول لك حاجة يا استاذ ممكن تعرض لنا مشهد هنا يا استاذ هو يمثله احسن وده الاختبار التاني. متفقين يا ريس؟ والله العظيم بحبك عشان خاطر الحاجة. فقرة التمثيل. بص يا حمادة برحمة هنعمل مشهد على الشاشة ديت ولازم تقلدوه بالظبط. دي آخر فقرة. آخر فقرة يعني آخر فقرة؟ يعني فضل ربنا مثلته صح تاخد تلاجة غسالة بوتاجاز أوضة النوم. عايز أوضة النوم ولا المطبخ؟ لا أوضة النوم طبعا. أوضة النوم ولا الغسالة؟ الغسالة. الغسالة الله طبعا يا جماعة. يلا اتفرج على المشهد. كخ يا بابا كخ. ما كخ يا ابني انت. ايه ما عندكش مدرسه تروحها ولا ايه؟ خدت الاجازه. وهتقعد طول الاجازه ترش عليا ميه؟ افضل ارش عليك ميه. بطل الرخامه يا حماده. انا اسميش حماده انا اسمي توفيق. ايه؟ توفيق. اتريك يا ابن عصابك تعبانه. توفيق يا ابن عمي اديني الرشاش يا ابن عمي. انت هتمسك كده واحد. بصي رش حتى تحتنا عشان هدومه بلاش. ماشي ماشي. خدتي الاجازه ها؟ يلا يا ابن عمي هترش هنا. يلا يا باشا اديها يا تحت. جامد جامد. يلا يا باشا اهو رش يا رش. ايوه كخ يا بابا كخ. لا كخ يا بابا كخ. بقول لك ايه ساعه كخ يا بابا كخ. زي هنيدي دي اخر فقره والله اخر فقره. كخ يا بابا زي هنيدي بس ساعه يا جدع. وانت رش كتير رش له كتير. كخ يا بابا كخ. خدتي الاجازه. وانت عشان ايه؟ استنى استنى ايه؟ نعم؟ كمان خدت الاجازه. خدتي الاجازه؟ ايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ بص
خدي الاجازه وعلى حسك كده يا جماعه. والله عيب. يلا يا جماعه يلا من تاني زعاوه يا جماعه. كخ يا بابا كخ. خدت الاجازه انت عشان واخد الاجازه تلعب في خلق الناس. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ توفيق. هو قال له اسمك ايه؟ هو غلطك. انا مش عارف. اعدوا لك تاني؟ لا تاني. خلاص تاني. يلا اخر مره خلي بالك. اخر مره. كخ يا بابا كخ. اعمل ايه؟ تاني تاني. يلا تاني اخر مره علوم عهب. يلا يا باشا. يلا يا حسن. زعقي. ماشي. يلا. كخ يا بابا كخ. خدت الاجازه. صح؟ عشان خدت الاجازه تلعب في خلق الناس؟ روح الملاء. روح الملاء يا حبيبي العب. انا بقول بقى. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ انا اول مره اشوف عريس وعروسه كده. انا اسف. انتوا الدخله بتاعتكم امتى؟ لا لسه بدري. لسه بدري الحمد لله. لسه بدري الحمد لله. ايه يا جماعه تكونوا خدتوا على بعض كده وحاجات كده والله. سقفوا لهم يا جماعه سقفه كبيره قوي قوي. ورجعنا لكم تاني في برنامج النهارده فرح يا جدعان. حاجه الفقره دي اسمها بصراحه يعني ما حدش يكذب خالص يا حاجه. ليه بقى يا حاجه؟ الجهاز انت شايفاه ده؟ بصي يا امي كده اتفضلي يا ام سعيد كده. بصي بصي ما ينفعش حد يكذب خالص. لو كذبتي في ذبذبات هنا في المخ هتروح للجهاز دوت. فما ينفعش حد يكذب. هي هتقول لكم السؤال بالياباني وهم في هيترجموا لي ومع بعضينا. مش عارف في حاجة كده قلبي حاسك هتكدبي. مش عارف ليه. مش عارف ليه كده. من وشوش مكتوب على وشي. يلا نبتدي الأسئلة. هاي كومبانوا ديسني هونديتسوا. ماشي اللي في بس لو قلت لكم اللي في الكراسي كده. خلاص لفوا الكراسي. حدش يبص عليها بتقول لكم وهي بتقول السؤال عشان هي بتتكسف يعني. はい、ですね、お米はなぜかというと主食なんですよね。日本ではお米が主食となります。ハガ、マレシアナエス、アナウォーラ、アウォーマーウォーサルドラフィルブルネム、ウォーラウォー。ラカダララカダララビッドシャー、バディシャーアンステメイ。ウォーギブニック、アレキルハイアマ、イラウォーサブトヘルフシュ。アトリルウィー。イデハラブナ。ヤ？キューハジャブラヘト。キューハジャブラヘト、アタトラブナ。サファルハガサリハガサファルブナ。まずオムライスはですね、卵をご飯の上に乗せて食べたりするんですけど、エジプトにはそういったものがないんですよ。بتقول لك بقى لو اتجوز عليها عشان هي ما بتخلفش انت هتقولي لبنتك كل شيء اسمه نصيب. فكري يا حاجه كل شيء اسمه نصيب. احنا عايزين رد يا حاجه. ايوه كل شيء اسمه نصيب. ما احنا عارفين ان كل شيء اسمه نصيب. طب دبلوماسي ليه كده يا حاجه؟ لا انا بقول لحضرتك كل شيء اسمه نصيب. لا نصيب بتعيش ما عملهاش نصيب خلاص. يعني هتوافق يتجوز عليها؟ اه ما اتجوز ليه؟ يتجوز عليها؟ يتجوز عليها ما اتجوز ليه؟ يا بختك يا سعيد يا بختك يا دلا. طب لو قال لك بقى اتجوز واحده ويقعدها مع بنتك في نفس البيت توافقي؟ ما فيش واحده تاكل واحده. ادام اثنين ادام عادل خلاص. عادي يعني ادام اثنين؟ اه ادام عادل خلاص. يا ربي ما كانش ربنا كرمني بحما زي دي يا ربي. يعني عادي حاجه والله العظيم. ده طب لو اتجوز ثلاثه؟ لا ما ينفعش. يا اصل هيكفيهم منين؟ يتقلي قول لنا هيكفيهم منين؟ يعني ما عادي يعني الاثنين زي ثلاثه الشرع عادي. يعني لو اتجوز اثنين ماشي لكن الثلاثه هتقول لا؟ ما ينفعش. ما هو مش هيكفي الثلاثه. يا ستي تبقى معقوله. هو راجل ثلاثه مش هيكفي. هو راجل معتدل وهيجيب ثلاث بيوت. يبقى الله سهله. عادي يعني؟ اه انا بحبه وخلاص. انت بتحبيه يعني؟ بحبه. يا رب حماتي تحبني كده. يا لو حماتي حبيتنا اتجوز ثلاثة؟ عشان انت كنت متجوز أربعة ده بتحبك. سقفوا لي يا جماعة يا صريحة فعلا. بصورة حالين النهاردة كده. هاي ديسني سونو تابيمونو او ايجيبتو نو كاتا ني ميسيرو تو نان دي غوهان تو تاماغو ايشون تابيرو نو كات تيوارين دسكيدو ناما تاماغو مو غوهان ني كاكيتا ري شيماسو. سيجي قال لك رحمة ياما نكدية وكل يوم كل ما يكون معايا زمايلي موجودين في البيت تضطر وتتعمد ان هي تزعلي قدامهم. هتعملي ايه؟ اقول له ربنا يهديها وطول بالك عليها. يعني طول بال عليها ازاي؟ انصحيني انا سيئه. معلش حاجه جهاز زمر مالناش دعوه. اتفضلي. لا هاي انت لما تماغو نيوا شويو كاكيتاي ديس توكا تشومي نيو ايريتاي ديس توكا اتو منتاي كو نادو ايريتي اجي او تسكيتاري مو سورين ديس كيدو مو ناما نو تاماغو كوشيرا دا تابيناي ان ديس يو ني. اللي بنا بتقول لك هو انت يا حاجه
دلوقتي بتقولي كلام ليه وفي البيت كلام تاني ليه؟ لا متغيره يعني ليه؟ لا ما بتغيرش ابدا. ده الجهاز يوم انك نبضات القلب بتاع حضرتك هنا غير هناك. لا يعلم بيا ربنا. سافي يا واد دخلت مساعد يا واد حبيبي قلبي يا منير. はい、他にもですね、親子丼というものがありまして、玉ねぎを刻んで卵を入れて、お出汁を入れて、あと鶏肉を入れたりします。あ、名刺。あ、ラ、ラハマ、言ってく。سيد يا أمه مسافر هيقعد سنة بره. أنت قلت له ربنا ربنا يكرمه ويسافر. ماشي. ما فيش شهرين وسيد اتصل. راح بتقولك الحق يا أمه سيد اتجوز هناك في السعودية بيقول إنه مش جاي تاني وأنا عايز أتطلق يا أمه. هترفعي خلع ولا هتعملي إيه؟ والله اللي هي عايزاه. أنت هتنسحب إيه؟ اللي هي عايزاه لا اللي راجعها هي. ما تقولي حاجة في إيه؟ هي عايزة تسافر له تسافر له عايزة تقعد هنا عايزة تطلق تطلق. هو أنت شغالة في الخارجية عاملة لي دبلوماسية؟ أيوة 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 العيشة. خلاص أنا بقى أنا بنتك رحمة ريحيني وقولي أعمل إيه؟ برضه اللي ريحي اللي ريحي ده رحمة. أصل كل 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 واحدة يعني كل بنت بتقول لأمها والابن أنت هتقول لك اللي هي العيشة مش أنا العيشة. ما ممكن تقول لك إيه؟ خلاص ياما استنى استنى سنه وسنتين وتلاتين وخايفه تقول لك لان هي اللي اختارته قبل كده. بس مهما يكون برضه هي اللي اختارها اختيارها هي اختيارها خلاص. اختاروا خلاص اللي حصل. انت رايك ايه يا امي؟ نسيب سيد؟ انا مش انا من قبل البرنامج انا قاعد اقول لك انا مش مرتاح لك. بقول لك انا بقول لحضرتك اهو انصحيها تعمل ايه؟ برضه هي طالما عايزه تستناه تستناه مش عايزه تطلق تطلق. كده انت بصي الجهاز على طول اهو بتحوري على طول مش بتكذبي ده انت بتحوري كمان. براحتك يا حاج طيب براحتك يا حاج. يلا يا باشا. هاي ですね、なんと卵をお味噌汁という組み合わせっていうのは皆さん食べたいと思いますか？بصي يا حاجه عشان تعرفي ان الجهاز حساس. بقول لحضرتك انت زعلانه من ايه؟ الزبزبات الزبزبات وصلت له ان انت متضايقه او في حاجه؟ لا احنا اول مره يعني نقعد قدام والله ده انت تنورينا والله العظيم. ده انا ابوس ايديك. لا يا حبيبي لا والله العظيم تلات. اقول لك حاجه والمصحف اللي اغني لك اغنيه. هات يا واد المايك. يا طيب اهو ام محمد. الله 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 انت وش الخير عليا انت كل الدنيا ليا. 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 انا كنت مفلس وعرفتك الفلوس جريت في ايديا. هات ايديكي لما ابوسها انت بيت دنيا وكنوزها. هات ايديكي لما ابوسها انت بيت دنيا وكنوزها. يا صباح الخير على وش الخير. يا صباح الخير على وش الخير. يا صباح الصباح بشوفك برتاح. يا صباح الصباح بشوفك برتاح. يا صباح الخير على وش الخير. يا صباح الخير على وش الخير. صباح الصباح بشوفك برتاح. يا صباح الصباح. يلا عسافة مسيك سافة سافة. يلا اوعى. سافة يا مسافة سافة. يا صباح الخير على وش الخير. يا صباح الخير على وش الخير. صباح الصباح بشوفك برتاح. يا صباح الصباح بشوفك برتاح. انت وش الخير علي انت كل الدنيا ليا. انت وش الخير علي انت كل الدنيا ليا. ام محمد وش الخير علي هي كل الدنيا ليا. انت وش الخير علي انت كل الدنيا ليا. انا كنت مفلس وعرفتك الفلوس جريت في ايديا. ام محمد سافة كبيرة اوي. الجهاز يشتغل تاني. اتفضل استكل. هاي ではですね皆さんが知らない日本食何か入れたりします。محمد قال لك الحقيني ياما رحمه كل شويه ياما تخش عليا ريحتها بصل وتوم ياما ومش عارف ياما اعمل ايه. انصحيني والنبي ياما ريحتها توم وبصل مش قادر ياما اعمل ايه. طب مش هي بتعمل له الاكل هتعمل ايه يعني؟ كانت بتعمل الاكل بتعمل الاكل
في ايه؟ كانت بتعمل اكل. الحاجه صريحه. مفيش حاجه. الحاجه صريحه. صريحه. وكانت بتعمل اكل. هنعمل ايه؟ انا حاسس ان الجهاز فيه حاجه ما بينه وما بينك. ايه حاجه؟ تحس ان فيش حاجه كده مش عارف يا حاجه. انتم بلاقي حاجه برضو؟ الله. طب بقول لكم حاجه. عين على بلاء وعسل بلاء وسكر بلاء. سقفه بلاء. سقفه كبيره قوي. على سكر بلاء. سكر بلاء. سكر بلاء. سبحان الخلاق. على سكر بلاء. سبحان الخلاق. بنتك جت قالت لك الحقيني يام الاستاذ محمد بيخرج الصبح الساعه 7 بيرجع الفجر. وايه يام؟ بيرجع متطوح يام سكران. اعمل ايه؟ قولي لي. ماشي على امك. امشي على امك. روح على امك يا محمد. انا عايز اقول لكم بقى حاجه والله العظيم اطيب ناس بلاء وحلاوه بلاء. ام محمد ام رحمه على فكره. خد يا بنت تعالي. انت عارفه البنت طلعت منين بقى؟ من جنبكم السلطان ابو العيله. سلطان ابو العيله. انت منين يا بنت؟ انا من بلاء. بلاء ايه بقى؟ بلاء ابو العيله. الله. سافر بلاء ابو العيله. بص عشان خالتي دي خالتي قريبه امي ودي خالتي. عايز شويه كده. لا 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 لا. يلا يلا هنا. يلا يا استاذ محسن. يلا كده. ماشي يلا. اسمع سقفه فوق. سقفه لام العروسه رحمه. سقفه بابا كبيره فوق. سقفه لام محمد فوق 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 فوق. ارفع ايدك فوق. سقفه العروسه العروسه فوق. سقفه فوق. النهارده فرح يا جدعان. النهارده فرح يا جدعان. عايز كل يبقى تمام. النهارده فرح يا جدعان. يلا لقيت ماشية في الدورة. قلت لازم عايش معاك. عايش معاك. بعد اذن سيادتك انا معجب بسعادتك. بعد اذن سيادتك انا معجب بسعادتك. ممكن اكلم طه. يمكن ربنا يهديني كم من نص ديني. يمكن ربنا يهديني. ولا وبطل سافه سافه. هتجوز 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 هتجوز. اسمع سافه خلاص. هتجوز وبطل ابص على البنات. اظبط نفسي وبطل اديها اشتغالات. خلاص هتجوز وبطل ابص على البنات. واظبط نفسي وبطل اديها اشتغالات. يا عم رقصني عروسي هتبصني. يا عم رقص عروسي هتبوسني. يا عم رقص فوق عروسي هتبوسني. يا عم رقص عروسي هتبوسني. ولا انا هبوسها ما انا عروسها. سقف فوق. ولا حسن ونعيم ولا بتوع السيمة. ولا حسن ونعيمة. اوعى. ولا بتوع السيمة. ولا حسن ونعيمة ولا بتوع السيمة. ولا حسن ونعيمة ولا بتوع السيمة. الله اكبر ده احنا اكثر. اوعى. هتجوز 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 هتجوز. ارفع ايدك لفوق. اوعى. ايه ارفع. سقف سقف سقف. ايوه ايوه. ام محمد فوق. اوعى.
أصب ومس على أم محمد أصب ومس أصب ومس على أم رحمة يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي صاحب الجمال ارحمني انا ليل وتصال عمي يا صاحب الجمال صافي ارحمني صافي محمد شوف لي جمال على قد الحال شوف لي جمال على قد الحال يا عوض صبرين ارفع ايدك فوق يا صاحب الجمال الجمال الصاحب بحبه انت الولد ابوه الصاحب بحبه انت الولد ابوه عين الرب عيني صعبان عليا الواد عين الرب عيني صعبان عليا شيل الواد من الارض الواد هياخد درد شيل الواد من الارض سافر بمالك الواد ساكن مال فهو عامل له زيت وزاد الواد ساكن مال فهو عامل له زيت الواد لسه في اللفة عامل له زيت وزف الواد لسه في اللفة عامل له زيت وزف الواد لسه في اللفة هو عامل له زيت وزف الواد لسه في اللفة هو عامل له زيت وزف ودخل العرض ارفع ايدك بص بص صاحب ده حبه ود الواد لابوه صاحب ده حبه ود الواد لابوه يا عين الواد بيعيط صعبان عليا الواد يا عين الواد بيعيط صعبان عليا شيل الواد من الارض الواد هياخد بال شيل الواد من الارض الواد هياخد بال الواد لسه الله فهو عامل له زيت وزاد الواد لسه الله فهو عامل له زيت وزاد خلى العقل السافر النهارده فرح يا جدعان سافا فو سافا فو فو سو سو ايوه ولا ايه اسمع سافا فو سافا فو عبد الطب سافا فو 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 اسمع سافا فو سافا فو فو اوعى سافا سافا العريس سافا فينا فو 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 ولا فو 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 فكهاني وبحب الفاكهة وبموت في المسافة فوق يا كهاني وبحب الفاكهة وبموت في المس المنجا بصراحة على طلعة بغير بصراحة على طلعة بغير سافة طلعة سكرية فوق ايه؟ العنب 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 اوعى العنب احمر احمر اصفر اصفر احمر احمر الاصفر اصفر الابيض ابيض سافر عريس سافر يلا سافر مسير مسير مسافر سافر عريس سافر يلا وين فو 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 يلا اوعى سافر عريس العريس سافر 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 فو على عجلة 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 على عجل
وركبي. لا مركبش. يا بنت اركبي. لا مركبش. خد بوسه وركبي. لا مركبش. يا قرن فلفل نار يا شط زغروت العروسه سقفه كبيره فوق. يا قرن فلفل نار يا شط حسي بيا فينا عزه. يا قرن فلفل نار يا شط حسي بيا وتجيلي حته. يا قرن فلفل نار يا شط حسي بيا فينا عزه. جاي شاري شاري اه يا ناري. جاي شاري شاري اه يا ناري ناري. جاي شاري شاري اه يا ناري. جاي شاري شاري اه يا ناري ناري. اللي بيحب الست طلعة زكريا هيقوم يقف بس. اللي بيحب انا عارف انتوا طالبين النهارده الست طلعة زكريا. اللي بيحب ربنا يقوم يقف. الله بص الست طلعة هم طالبينك بالاسم والله العظيم طالبينك بالاسم. بص انت قلت نفسي مين يحضر فرحك؟ استاذ طلعت زكريا. عروسه قلت مين على الصفحه؟ استاذ طلعت زكريا. يبقى اللي بيحب الصلاة على الزكريا يرفع ايده فوق فوق فوق. على العجله على عجله على عجله على عجله على عجله على عجله على عجله. بس بس فوق. على عجله على عجله على عجله على عجله على عجله على عجله. سافه سافه عايزك معايا بقى على عجلة. ايه اركبي ورايا على عجلة. سافة فوق معايا بقى على عجلة. يا بنتي اركبي. لا مركبش. بص اركبي. لا مركبش. يا بنتي اركبي. لا مركبش. سافة سافة مزيكا. سافة سافة كبيرة فوق فوق فوق. هو ده اسمع السافة فوق فوق. اسمع السقف فوق سقف العروسه سقف فوق. اركبي ورايا العجله عايزك معايا بقى على عجله. اركبي ورايا العجله عايزك معايا بقى على عجله. يا بنت اركبي. لا مركبش. خد بوسه واركبي. لا مركبش. يا بنت اركبي. لا مركبش. خد بوسه واركبي. لا مركبش. يا قرن فلفل نار يا شط حس بيا وتجيب حته. يا ارض بيا يا نار يا شطه حس بيا تجيب حته. جاي شاري شاري اه يا ناري ناري. جاي شاري شاري اه يا ناري ناري. جاي شاري اه يا ناري. جاي شاري شاري اه يا ناري ناري. اتفضل اسكت. اتفضل اتفضل. منورنا حبيبي يا سعد. اول حاجه بنشكرك. عليك. لا انت جاي يعني انا اسف يعني كونك انك تيجي وتسيب شغلك كل حاجه وتيجي لعرايس طالبينك فدي حاجه كبيره قوي قوي اسمها التجاره مع ربنا. احنا بنشكرك بجد عشان انت قلبك طيب وربنا يكرمك كمان وكمان عشان فرحت العريس والعروسه. عايز اقول لك يعني احنا بنعمل على الصفحه بتاعت البرنامج عايزين ايه مثلا ثلاجه عايزين محتاجين ايه وتختار النجم اللي انت عايزه. عايز اقول لك قالوا طلعت زكريا فعايز اقول لك كونك ان عملت كده ولبيت الطلب فاحنا بنشكرك جدا كل جزء. اولا انا بشكرك جدا على المبادره الجميله اللي انت عاملها دي ويا ريت كل الفنانين يعملوا زيك. لو عملوا زيك مش هيبقى في حد تعبان او متضايق بجد والله. ده انا عايز اقول لك حاجه بقى. فاكر فرحك؟ انا كنت فاكر كنت سامعك بتضحك في اللقاء وقلت ان الاستاذ صلاح عبد الله راح خطب معاك فعلا؟ راح جاي يخطب معايا. طب والنبي احكي لنا والنبي ده والله كان هيبوظ الليله. لا والله ايه اللي حصل يا استاذ صلاح؟ ايه اللي حصل؟ انا قايل له يعني خش على ابو العروسه كده بشكل ودي بلاش الافتراء يعني. قال لي لا هو انت شويه انت حد محترم وحد كبير. فدخل عند اهل العروسه جزرني اللي هم عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. الناس قالوا انت جايب لنا وكيل نيابه ده راجل ممثل لسه مبتدئ يعني ايه الحاجات اللي انت طالبها دي؟ باظت الجوازه. باظت اول جوازه ما خدتوش معايا. لا والله العظيم تلاقي. اه والله زينا كده مضيت قايمه والحاجات ديت. بصيت في القايمه كمان ولا ما بصيتش؟ مضيت وخلاص. لا 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 ما اعرفش انا موضوع القايمه والحاجات دي خلاص. والله. طب دفعت مهر كام فاكر؟ انا اعرف المؤخر. طب المؤخر كام؟ ماشي المؤخر كان جنيه. جنيه؟ اه استاذ طلعت زكريا دفع مؤخر جنيه يا جماعه. ايه رايكم؟ يا
لا دلوقتي ده قبل ما تقيل هقول لك مأخري نص مليون. أو ولا ينفع الكلام ده. اه والله. اللي عايز يطلع هيطلع لو دافع 500,000 جنيه. والله. واللي عايزه تطلع هتطلع. دي كلها شكر اعوذ بالله يعني انا بقول اه لا اعوذ بالله يعني. اه مش في وشكوا يعني. بس هو اساس الحكايه الحب. مش صح كده اهم حاجه الحب. صح؟ صح كده. مش انت اهم حاجه ان تكون بتحبها؟ مش مهم الفلوس مش مهم وهي تكون بتحبك صح وكفايه سعد الصغير هو اللي جه على حسابك الفرح ربنا الناس بتلف على سعد الصغير عشان يجي يعمل ربنا يخليك يا سطره نصيحتك للعريس ده عشان العريس ده عايز اقول لك نيله خالص 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 ليه يا محمد كده؟ بقول لك ولا بيعرف ولا بيعرف يحب ولا بيعرف يتكلم في التليفون انت بقالك ثلاث اربع سنين خاطب والنهارده دخلته بقول لك ايه؟ ما قالهاش بحبك لا انا هخليه يقول لها اتفضل يا استاذ اتفضل يا استاذ بص يا محمد احنا ممثلين وسعد مطرب وممثل فانت حط نفسك مكاننا انت هتمثل دلوقتي هتقول لها بحبك انا عارف انك هتقول لها من قلبك لان انت بتحبها دي هتبقى مراتك خلاص صوتك عالي صوت عالي كده وبص في عينيها وما تخافش وقول لها بحبك يا حته مني يا حته من قلبي كلام يخليها تروح البيت تنط من الشباك عرفت هتقول لها ايه بحبك بحبك يا حته من جوه قلبي بحبك يلا اتفضل سبلي له والنبي امسك ايديها الاول امسك ايديها الاول كده بحبك بحبك يا حته من قلب الله هات المأذون يطلع المأذون يطلع اه والله بجد ايه ده استاذ طلعت اللي بيديك النصيحه ركز ركز معلش رومانسيه رومانسيه بص بص ايوه شوف الصلاه بص اسمع تسمح لي انا اقول لها يعني هقول لها كده همثل يعني مش الحقيقه ما تخافش هات ايدك انت كانها دي هي. ايوه دي ايد العروسه يعني مش حاسس لا ايده خشنه بحبك بحبك يا حته من قلبي ربنا جعلني في الدنيا عشان اسعدك بحبك 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 الله قول بقى في عرض النبي في عرض النبي قول بقى قول بقى ده ما نجيب المأذون ما تضحكش بص ايوه ابتسم الاول وصوتك يبقى عالي قوي يلا بحبك بحبك يا حته من قلبي هو العيب في القصر العيب اعتقد بتأثر شويه هو فلات اصلا فلات تحس انه فلات لا بعد كده هنسمع بقى هتلاقي لا ده بقاله ثلاث سنين اقول لك حاجه ده ما خرجهاش بقاله ثلاث سنين سيبك من الحب ما خرجهاش بجد يا محمد ثلاث سنين ما خرجتش بره البيت طب وانت رايك ايه يا رح ايه ايه رايك مش مهم الخروج على فكره الله بقول لك مش مهم الخروج الله اهم حاجه الحب فعلا والله بقول لك ايه انت بتحبها قد ما هي بتحبك مش باين مش باين بجد انت ليه مش رومانسي ممكن تغني لها بعد اذنك يا ريت بقول لك يا استاذ عارف صوته شبه مين بالظبط اسمع انت وانت احكم طيب. اتفضل يا استاذ المايك اهو ما صوت وحش دوس انا اتفضل يا استاذ يلا يا استاذ سمع يا استاذ طلعت اتفضل اي حاجه انت بتحبها لعبد الحليم كده ما اعرفش لا ازاي ما تعرفش والله ما بتغنيش في الحمام طيب وانت في الحمام وانت ايوه وانت قاعد في حمامك بتغني تقول ايه اسمع يا استاذ طلعت ده استاذنا بص وانت قاعد على قاعده الحمام بتقول ايه كلنا بص كلنا بنبقى في الحمام وكل واحد بيعمل مطرب يلا هواك ايوه يلا اهي بص بص طلعت اقول لك ازاي بص يا استاذ طلعت بعد اذنك اتفضل اتفضل قول له يا استاذ طلعت هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك ولو تنساني برضاك الدنيا تجيني معاك وهوايا يبقى هواك يلا كمل يلا يلا اهواك يلا بعد اذنك يا استاذ طلع يلا لا 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 انا عارف يلا خش اهواك والله حلو تصدق الدخول حلو الدخول حلو لا الدخول حلو الدخول حلو يلا الفرح فرحنا يا عم براحتك يلا ان شاء الله تحسك بتديله دواء طب رحمه تغني خلاص رحمه تغني له ممكن تغني له استاذ تقول له مكسوفه منك العروسه بتغني العروسه تقول له مكسوفه منك يلا يا جماعه يلا سقفه كبيره الرحمه سقفه كبيره يا جماعه ماشي يلا يلا الله
خوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة لا لا حبها طبعا مش قادرة مش قادرة حبك إني بحبك إني بحبك الأول مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك لا بص بقى احنا هنسمع استاذ طلعت زكريا اسمعوا الطرب بقى سقفه كبيره استاذ طلعت زكريا الله انت سامع صوتهم عامل ازاي فانت بالنسبه لنا حاجه انا اللهم صل على النبي ده صوتهم حلو بالنسبه لي اي حاجه حلوه يلا اي حاجه حلوه نغني معاهم فرقه مع بعض نقول ايه يلا براحتك يا استاذ دم تك 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 دم تك دم تك 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 دم تك تك دم تك 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 دم تك تك على الطبلة والدم على الطبلة والدم ارقص رقصة صينة الرأس ده فن مش لعب عيال طب هزة يمين وهزة شمال الرأس ده فن مش لعب عيال ورقصي ورقصي على واحدة وربع قصدي على واحدة ونص على واحدة وربع ونص وتل وتم ارقصي ورقصينا زكريا سقفة كبيرة استاذ طلعت زكريا حبيب الفنانين حبيبي مجمع الفنانين كلها ربنا يخليك صلاح عبد الله بالنسبة لك ايه صلاح عبد الله بالنسبة لي اخ وصديق وشاعر كبير بالنسبة انت عايز نغلط فيها انت لا لا قصدي اصل صلاح عبد الله كان هيبوظ لك الجوازه فانا بقول لك بالنسبه لك ايه يعني بعد ما كان هيبوظ لك الجوازه لا خلاص بقينا اصحاب بقى بقينا اصحاب قوي والله هو السوسه لغايه دلوقتي احمد ادم السوسه الكبيره يعني لا والله ازاي البني ادم يعرف ان البني ادم اللي قدامه سوسه وازاي وانا اسف يعني طبعا استاذ احمد ادم استاذي وازاي عرفت انه سوسه بص صفات السوسه دايما تلاقيه قصير وقرع بس مش هقول لك ازيد من لا والله سافك الله صريح يعني انا يعني اي حد يلاقي حد قصير وقرع يخاف منه يخاف منه بالظبط طب عمل معاك ايه حركه عشان كده ممكن تقول عليه انه سوسه لا ده حركات مش لا حركة والله حركه واحده بس يعني هقول لك على حاجه انت ممثل وعارف لما يبقى عندك ديكور جديد داخل تصوره ما بتعملش حاجه في نفسك نفسك زي ما انت طبعا انما ما يقول لي روح احلق شعرك عشان انت داخل ديكور جديد فيبوظ المسلسل كله لا والله وانا اصدق الكلام ده واروح اقص شعري
المخرج له سكت يعني بيعمل فيك مقالب بس يا استاذ، لكن هو مش سوسه طبعا. لا لا يا استاذ احمد، لا لا لا, لا سوسه السوس. لا لا ده هو بيعمل فيك مقالب بس. لا بس سوسه برضه. عايز اقول لك العريس ده سوسه برضه. لا والله سوسه شكله كده. لا والله العريس ده ربنا كرمه النهارده، وكنا بنلعب لعبه كده وكسب ثلاجه وغساله. وعايز اقول لك اوضه نوم صح كمان، اوضه نوم. السرير كم متر ولا ما قلت لهمش؟ يدي له سرير قد ايه يا استاذ؟ كم متر هو السرير بالنسبه له؟ اه هو هينام في ربع متر بس. في الربع اه، وهي نص متر يعني سرير 75 سم. فبعد اذن حضرتك شرف لينا انك جيت النهارده، وبعد اذن حضرتك معلش هنتابعك معانا تسلموا الجوائز دي كلها. ده بعد اذن حضرتك يعني. قوي قوي حلويات الواد ده اهو. يلا الاستاذ اهو، اوضه النوم اهيت، وادي السرير اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي والانتريه، وادي الثلاجه والغساله. ده فاضل لهم ايه كده؟ ما خلاص اللهم صل على النبي. ده دخل النهارده باذن الله، ما راح افرش العفش والسرير. وربنا يكرم بقى ليلتك فل ان شاء الله. انا بجد بشكرك وتعب بجد بجد تعبك معنا والله العظيم. شفت حاجه هو وعجبتك؟ انا كمان بشكرك والله. العروسه شفت الحاجه؟ تمام. لو عايز تغير اوضه النوم خلي بالك في اوضه نوم ثاني. اه والله ما احنا استاذ علاء هو بس اوضه النوم ممكن تبقى بدايه كبيره صغيره، فكل اوض النوم بتبقى ورا وهم بيختاروا اللي هم عايزينه. ولو عايز تبيع انا شارع عادي. الله يخليك، اكمل على شكلها. كل سنه وانتم طيبين والف الف مبروك. مبروك حلويات الواد ده هو. يلا شكرا يا استاذ طلعت، ربنا يخليك. يلا